يا رمضان صبحي، رمضان صبحي الفترة دي بيفكر في ايه؟ احتراف احتراف، خلاص ممكن ما رمضان. يكملش في بيراميدز الفترة اللي جاية. يعني انا عارفه ان رمضان خلاص بيسعى بقوة انه خلاص يطلع بره مصر. ما دوري ايه؟ يعني بيفكر في هو دوري عامل عنده ازاي؟ عروض، يعني هو رمضان كان عنده حاجة من تركيا قريب، وحاجة كانت جادة في انتقالات يناير بحكم قربي من رمضان شوية. بس رمضان خلاص بقى عنده حاجة زهق. بيراميدز موفر فلوس والناس بتعامل بتعاملات شيك جدا، ما سمعناش مره عن ازمات ماديه، ما سمعناش عن اي مشكله اداريه بيراميدز. لكن هو عنده فكره ان انا دايما محطوط تحت ضغط، رمضان بالتحديد، بالظبط كشخص. عشان جمهور الاهلي مش قادر ينسى ان رمضان فضل الماده او فضل بيراميدز على انه يستنى الاهلي. وبالتالي في ماتشات سفرات استهجان، تي غضب، في وبالتالي هو عايز يخش تحدي. هل بتتوقع ان هو يحترف لا في انا الدوري انا التركي؟ ما بتوقعش ان هو يحترف. انا بقولك انا عندي معلومه ان في معلومه رمضان بنهايه الموسم ده هيمشي من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز خلاص هم مضوا يوسف اسامه نبيه تحسبا ان خلاص رمضان يتمسك بالاحتراف. تجربته الاحترافيه اللي فاتت ما كانتش في افضل حالاتها تماما، او تكاد تكون ما اتحسبتش حتى، وبالنسبه له ما يقدرش يقول ان انا احترفت وحققت حاجه يعني. وانت عندك 25 سنه دلوقتي سن رمضان صبحي، غير وانت عندك 17 سنه وقت ما كنت محترف. يعني وقت ما كنت محترف في ستوك سيتي وفي الدوري الانجليزي كنت عن في 2017. فالموضوع اختلف. رمضان دلوقتي عنده شخصيه، عنده خبرات، فيقدر دلوقتي انه يختار تجربه بعين افضل، بفكر افضل. وبالتالي رمضان مساله وقت مع بيراميدز، يعني الموضوع بالنسبه له مساله وقت. رمضان كان هيرجع لنادي الاهلي. رمضان كان في مساعي ايام الاستاذ ياسين منصور، ايام ما كان ماسك رئيس لجنه الكوره في الاهلي او شركه الكوره في الاهلي بالتحديد. وكان في مساعي، وكان هو قابل، وكانت شركه الكوره وقتها بتعمل مساعي. هو اللي كان بيسعى الاثنين الطرفين. اصطدم ده برفض كابتن خطيب، برفض الجمهور، لكن كان في مساعي. عنده حلم في يوم من الايام انه يلعب في الاهلي. رمضان ابن الاهلي، بدا في الاهلي، عنده حلم انه يرجع في الاهلي في يوم من الايام. لكن الفتره الحاليه رمضان صبحي خلاص تقريبا بيقفل صفحه بيراميدز. وزي ما بقول لك، فكره انهم يجيبوا يوسف اسامه نبيه، وفكره انهم يفكروا في يعني النادي قاعد بيدور على بدائل خلاص، او بدا ان هو ينفذ مع هو بدايل. عارف ان رمضان عايز يمشي، عارف ان ابراهيم عادل وده لعيب مميز جدا جدا جدا, جداً. وجاته عروض احترافيه كويسه، وجاله عرض كويس من الاهلي عايز يمشي. وبالتالي هم بداوا يعملوا فكره بلان بي وبلان سي تحسبا مكملين. عايزين يخلوا نادي بيراميدز دايما يكون ليه ناس بتتكلم عنه، ناس بتتكلم عن نجاحاته في نفس الوقت. هو عامل يعني هو دلوقتي ماشي كويس في الدوري، يعني 19 نقطه، ماتشين اقل، يعني كسب ماتشين هيبقى منافس اول الاهلي، ممكن يلعب السنه الجايه دوري ابطال افريقيا المركز الثاني. وبالتالي هم ماشيين كويس.